بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أمة الإسلام، فها هي ذي ليلة الجمعة قد أقبلت، وأقبلت معها قلوب المحبين لنبي الأمة صلى الله عليه وسلم شوقاً وانقياداً ومحبةً واستناناً، تلهج ألسنتها بالصلاة والسلام على نبيها صلى الله عليه وسلم، وتخفق قلوبها بمحبته والشوق إليه عليه الصلاة والسلام، يرجون في ذلك الموعود الأكبر. فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن أولاكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم صلاة علي. عبق اللسان بذكر أحمد وانتشى قلبي، وحنت مقلتي لرؤاه، ما حيلة المشتاق إلا ذكره، فبذكره يعطى المحب مناه. فصلوا وسلموا عليه صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة الكريمة المباركة، تغترفون من الأجر والحسنات عشرة أضعاف صلاتكم على نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذا المجلس أمة الإسلام من رحاب بيت الله الحرام، المجلس الأسبوعي الأربعون من مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، المنعقد في هذا اليوم الخميس ليلة الجمعة 29 من شهر صفر سنة 45 و400 وألف من هجرته عليه الصلاة والسلام. نتدارس فيه فصلين من فصول الكتاب، أولهما في هديه عليه الصلاة والسلام في الجلوس والاتكاء، والآخر في هديه عند قضاء الحاجة صلوات الله وسلامه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل في هديه في جلوسه واتكائه. قال: كان يجلس على الأرض وعلى الحصير والبساط. وقالت قيلة بنت مخرمة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء. قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. هذا الفصل في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في جلوسه واتكائه، وهذا جزء مما تقدم ذكره مراراً يا كرام، وهو أن الأمة أكرمها الله بنبيها عليه الصلاة والسلام، فاحتفت بشأنه أيام احتفاء، وها هم صحابته الكرام رضي الله عنهم يرصدون الصغير والكبير من شأنه، حتى جلوسه كيف جلس، وأكله كيف أكل، واتكاؤه كيف اتكأ. فإذا أردت أن تجلس فلك فيه عليه الصلاة والسلام قسوة، وإن أردت أن تتكئ جالساً أو ماشياً فلك فيه صلى الله عليه وسلم قسوة. وما من باب من أبواب الحياة تقبل عليه عبد الله وأنت صادق القصد في تمام الاستنان والاتباع إلا وجدت من هديه صلى الله عليه وسلم ما يحملك على الاقتداء به والحمد لله. فرضي الله عن صحابته الكرام رضي الله عنهم الذين حفظوا تلك السنن ورصدوا ذلك الهدي، وها هم يحفظونه فينقلونه. ورحمة الله على علماء الأمة وأئمتها الأبرار الذين جمعوا وصنفوا، وها نحن اليوم نتدارس في رحاب بيت الله الحرام هذا الفصل من هديه في الجلوس والاتكاء. وكما تقدم في هديه في الطعام وهديه في اللباس وفي كل الأبواب التي مضت، كانت تقوم على عدم التكلف، على التبسط، على المتيسر. كان يجلس على الأرض وعلى الحصير والبساط. ولو قال قائل: فهكذا كان جلوس الناس آنذاك؟
إنما يجلسون على الحصور والبسط وعلى الأرض. والجواب وأنه كان يوجد أيضاً من العظماء من يجلس على الأرائك والعروش والكراسي والمناصب الرفيعة التي تليق بمقام أحدهم. أو ما أدركت أن بشراً ارتقى في العظمة مبلغاً ما بلغه أحد قبل، فعرج به إلى سابع سماء، وكلمه ربه فوق سبع سماوات، يجالس الملائكة الكرام عليهم السلام، يأتي جبريل فيحدثه ويبلغه الوحي، وصعد فلقى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم عاد وهو في كمال تواضعه يفعل كما يفعل سائر البشر من غير تكلف ولا ترفع. فما بال أحدنا إذا رزق شيئاً من المكانة الرفيعة أو علو القدر أو كثرة المال، دخله شيء من الشعور بأنه ينبغي أن يتميز عن سائر الناس، وأن مركبه ومجلسه ومظهره وهيئته ينبغي أن تشير إلى شيء مما يعيش من العظمة والارتقاء. لا أحد أعظم من البشر منزلة ومكانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجلس على الأرض على الحصير والبساط، وربما نام على الحصير فأثر في جنبه، كما في حديث عمر رضي الله عنه، فيجيب صلى الله عليه وسلم في غاية من التواضع الذي وطن نفسه عليه، أنه ليس له من الدنيا وحظها إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. فهذا هديه عليه الصلاة والسلام. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث قيلة بنت مخرمة أم بني أنمار رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء. هذه هيئة في الجلوس عند العرب تسمى بالقرفصاء، فما صفتها؟ قعدة القرفصاء طيب، ذكر في وصفها شرحان أحدهما أشهر من الآخر. الأول أن يجلس على إليتيه ثم ينصب قدميه ليلصق فخذه ببطنه، كما يجلس كثير منكم الآن، جالس على إليته ناصبا رجليه ثم يلصق فخذيه ببطنه، ثم يدير بيديه على ركبتيه ممسكا كفيه أو مشبكا لأصابع يديه، يشد بيديه ساقيه وفخذيه نحو بطنه. فهي جلسة تسمى الاحتباء أيضاً، إذا فعلها بيده يقال احتبى بيديه. هذه الصفة الأولى وهي الأشهر في شرح معنى صفة القرفصاء. والصفة الأخرى أن يجلس كجلسته في الصلاة ثم يعتمد على ركبتيه منكباً بوجهه قريباً من الأرض دون سجود، واضعاً ملصقاً بطنه بفخذيه وواضعاً كفيه تحت إبطيه. فهي صفة فيها أشبه ما يفعلها المرء في حال الخلوة بربه إذا كانت ساعة مناجاة وخشوع، يفعل تلك الصفة، يجلس على ركبتيه ثم ينكب على وجهه من غير سجود قريباً من الأرض، ويلصق بطنه بفخذيه واضعاً يديه تحت إبطيه. أيضاً هذه تسمى القرفصاء، وهذه تفعل عادة في الانفراد والخلوة وساعة الدعاء والخشوع والمناجاة. وظاهر السياق يوحي بالأول، الجلسة الأولى التي يجلسها كثير من الناس في المساجد والحلقات كما ذكرناها، الجلوس على الإليتين مع نصب القدمين وإلصاق الفخذ بالبطن مع الإدارة باليدين عن الركبتين وضمها بإمساك الكفين وبتشبيك الأصابع. قالت قيلة رضي الله عنها: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء. ابتداء هذه صفة وهيئة فيها غاية التواضع أن يجلس بهذه الجلسة. قالت: فلما رأيته المتخشع في الجلسة، وفي رواية عند أبي داود المختشعة، والمعنى واحد يعني رأت عليه مظهر الخشوع، قالت: أرعدت من الفرق. أصابتها الرعدة والانتفاض هيبة مما رأت من خشوعه وجلالة مظهره وهيئته عليه الصلاة والسلام. وفي رواية في بعض طرق الحديث أن رجلاً بجانب النبي قال له عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أرعدت المسكينة.
يعني أصابها الفرق مما رأت، فقال عليه الصلاة والسلام: يا مسكينة عليك السكينة. قالت: فذهب عني ما أجد. وهدأ الله حالها بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفاد الحديث صفة من صفات جلوسه إذا جلس أصحابه، وهي جلسة القرفصاء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولما قدم عليه عدي بن حاتم دعاه إلى منزله، فألقت إليه الجارية وسادة يجلس عليها، فجعلها بينه وبين عدي وجلس على الأرض. قال عدي: فعرفت أنه ليس بملك. تذكر قصة عدي بن حاتم في وفادته على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عامة كتب السير، وإن لم يثبت لها سند صحيح عند المحدثين بشأن القصة، لكنها في جملة ما يروى من الأخبار وحوادث السيرة. وهو ابن حاتم الطائي، أحد أكرم العرب وأجوادها. فلما قدم دعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى منزله إكراما له واستضافة. فلما ألقي إليه بالوسادة، كان الظن أن تكون الوسادة لصاحب البيت، فكيف إذا كان صاحب البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو أولى أن تكون الوسادة بين يديه أو يتكئ عليها أو على ظهره ونحو ذلك، لكنه جعلها بينه وبين عدي ضيفه وجلس على الأرض. قال عدي: فعرفت أنه ليس بملك، يعني لا يتصنع عظمة الملوك والكبراء والعظماء، فعرف بذلك الوصف أن عظمته ربانية، وهي الاصطفاء بالرسالة، وهي الكرامة بالنبوة، وتلك العظمة تزداد بازدياد تواضع الأنبياء الكرام عليهم السلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وكان يستلقي أحياناً ويضع إحدى رجليه على الأخرى، وكان يتكئ على الوسادة، وربما اتكأ على يساره وربما اتكأ على يمينه. تلك صفة أخرى من صفات الجلوس، وهي الاستلقاء. والاستلقاء أن يلقي المرء بظهره على الأرض كما يصنع النائم، فإذا استلقى ومدد جسده على الأرض فهو الاستلقاء. كان يستلقي أحياناً ويضع إحدى رجليه على الأخرى، كيف يعني؟ تحتمل صفتين: الأولى أنه وهو مستلقي يمد رجليه فيضع إحداهما على الأخرى وهما ممدودتان، والصفة الثانية أن يكون مستلقياً فينصب ساقيه ثم يرفع إحداهما على الأخرى، وهي أيضاً صفة مقصودة، وهي الظاهر في الحديث: كان يستلقي ويضع إحدى رجليه على الأخرى. في رواية للبخاري: رافعاً إحدى رجليه على الأخرى. قال عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقياً في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى. أفاد الحديث شيئين في هذا الفصل الذي نحن فيه. الأول: إثبات هذه الصفة. أي صفة؟ الاستلقاء مع رفع إحدى الرجلين على الأخرى. والأمر الثاني الذي أفاده الحديث: مزيد شواهد من التواضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا ترى ما في هذه الصفة من قلة التكلف واطراحه وعدم تصنع الهيئات والمظاهر التي تجلب لأصحابها التعظيم والإجلال والتوقير المتكلف؟ فكل ذلك لم يكن من شأنه عليه الصلاة والسلام. كان على سجيته وعلى حالته وطبيعته يجالس أصحابه، يؤاكلهم، يجاهد معهم، يقضي بينهم، يعود مريضهم، يشهد جنازتهم، وهو في ذلك كله على طبيعته عليه الصلاة والسلام. فأفاد الحديث هذين المعنيين، وهما المقصود من إرادهما هنا في هذا، من إراد الحديث هنا في الفصل. وربما يعارض ظاهر هذا الحديث ما أخرج الإمام مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. الحديث صحيح عند مسلم رحمه الله، فربما
أوهم ظاهر الحديث معارضته لحديث النهي في جملة المنهيات اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب ورفع إحدى الرجلين على الأخرى مع الاستلقاء على الظهر، وهي الصفة التي حكى عبد الله بن زيد أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام عليها في المسجد، قال رأيته مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وأجيب لإزالة هذا التعارض أن النهي في قوله نهى عن اشتمال الصماء وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره، يحمل النهي على من لا يؤمن معه كشف عورته إذا رفع إحدى رجليه مع الاستلقاء، ذلك أن من عادة العرب أن تلبس الإزار، وقلما كانت تستعمل العرب السراويلات في لبسها، وقد تقدم معكم الخلاف في إثبات لبسه عليه الصلاة والسلام للسراويلات، ولا تثبت في تلك رواية صحيحة. نعم كانت العرب تعرفها، ولهذا جاء التنبيه عليها فيما لا يلبسه المحرم حال الإحرام، قال لا يلبس العمائم ولا الخفاف ولا السراويلات. لكن لما كان غالب العرب لبس الإزار ولا يلبس تحته شيئا، تكون تلك الصفة والهيئة في الاستلقاء على الظهر مع رفع إحدى الساقين على الأخرى مظنة لانكشاف العورة، فلهذا نهى عنها صلى الله عليه وسلم. فإذا أمن المعنى الذي من أجله ورد النهي زال النهي، ولذلك فإن جلوسه أو استلقاءه صلى الله عليه وسلم لم يكن معه الشيء الذي يحذر منه فزال الإشكال، فلما فعله صلى الله عليه وسلم دل على الجواز. وقد أخرج البخاري عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان رضي الله عنهما كانا يفعلان ذلك، ما هو؟ الاستلقاء مع رفع إحدى الرجلين على الأخرى، فلو كان ذلك منهيا ما فعله الصحابة، لكنه تقرر النهي عندهم على ذلك الوجه الذي يزول معه التعارض والإشكال. وأفاد هذا أيضا أن تلك الصفة في الاستلقاء في المسجد مع رفع إحدى الرجلين على الأخرى ليست من الأوضاع المنافية لأدب المساجد. فهل يصح في المساجد الاستلقاء؟ هل يصح في المساجد وهي بيوت الله عز وجل أن يمد الرجل رجليه وهو في بيت الله عز وجل؟ الجواب أن ثبوت ذلك يدل على عدم منافاته لأدب المساجد، كما تقدم في الفصل السابق في الطعام في المسجد أو أكله الشواء في المسجد عليه الصلاة والسلام يدل على جواز ذلك، مع التنبيه على أن فعل ذلك إن دل على المشروعية فينبغي أن يستصحب معه شأن تعظيم بيوت الله، فإن جاز الأكل أو النوم في المسجد فليس على معنى أن تتحول المساجد إلى مطاعم وغرف للنوم يغلب على مرتاد المسجد أن يأكل فيه وأن ينام فيه، لا، بل فعله صلى الله عليه وسلم أحيانا، فنقل ذلك للدلالة على المشروعية وعلى عدم الإنكار على من فعل ذلك، مع مراعاة ما تقدم من أدب المساجد. وأمر آخر يا كرام يراعى، وهو اعتبار الأعراف في ذلك والمروءات التي يجري عليها العمل في المجتمعات، بمعنى أنه لو تقرر العرف في مجتمع من مجتمعات المسلمة أن مد الرجلين والاستلقاء بحضرة من يحترم ويقدر غير لائق كوالد أو أستاذ وشيخ ومعلم، إذا عد في العرف من خلاف الأدب فلا يصح أن يستشهد بثبوت ذلك وفعله في السنة وأن يمد الرجل رجليه غير مكترث بالعرف ولا مراع له، فهذا أيضا من خلاف هدي الشريعة في اعتبار العرف فيما جرى فيه الأصل على الإباحة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يتكئ على الوسادة وربما اتكأ على يساره وربما اتكأ على يمينه. هذا الاتكاء في الجلوس، هل كان يتكئ عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم، وثبت ذلك في بعض الروايات، ومن أشهرها حديث الصحيحين: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. قال: وكان متكئا فجلس. وقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. كان متكئا إذن وهو يحدثهم،
وهو يتكي يقول ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ فلما جاء إلى ذكر شهادة الزور أو قول الزور اعتدل وجلس عليه الصلاة والسلام. هل يجوز للمرء أن يحدث جلساءه وهو متكي، أو هذا خلاف الأدب أو من أمارات التكبر والترفع؟ الأصل فيه الجواز والمشروعية، مع ما تقدم التنبيه عليه من مراعاة العرف في ذلك وعدم إهماله. إذن كان يتكئ عليه الصلاة والسلام، ومن شواهد اتكائه حديث جابر في صحيح مسلم يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره، فكان يؤتى بالوسادة فاتكأ على يساره. فإذا ثبت الاتكاء فعلى أي الجنبين كان يتكئ صلى الله عليه وسلم؟ الأمر في هذا واسع، وثبت اتكاؤه على اليمين وعلى اليسار، ولهذا قال: وربما اتكأ على يساره وربما اتكأ على يمينه، والأمر في هذا فيه سعة. وكذلك في عرف الناس اليوم، لو كان في العرف مثلا أن يكون الاتكاء قبل الطعام على اليمين وبعده على اليسار، أو أي شيء يجري عليه العرف، فالأصل فيه السعة والجواز. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان إذا احتاج في خروجه توكأ على بعض أصحابه من ضعف. إذا احتاج إلى ماذا؟ إذا احتاج في خروجه توكأ، إذا احتاج إلى الاتكاء في الخروج اتكأ، يعني أثناء المشي. معنى هذا إيش؟ أنه لم يكن يستعمل الاتكاء أصلاً في مشيه، بل عند الحاجة. والأصل أن يمشي من غير اتكاء صلى الله عليه وسلم، فإذا احتاج إلى الاتكاء اتكأ. السؤال: ما الحاجة؟ قال: من ضعف ونحوه. فكيف كان يتكئ؟ كان يتكئ على بعض أصحابه، وليس على عصا أو عكاز، بل كان يتكئ على بعض أصحابه، كما أخرج أحمد والترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكياً. ما معنى كان شاكياً؟ اشتكى من وجع أو مرض، فخرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. فثبت أنه خرج متكئاً على أسامة. ولماذا أسامة من بين الصحابة؟ أسامة حبه وابن حبه ومن أقرب الناس إلى قلبه صلى الله عليه وسلم، فكأنه أحد أهل بيته، فكأن الرجل خرج متكئا على بعض أولاده وهو من أقرب الناس. والذي يروي الحديث أنس، وأنس رضي الله عنه خادمه ومن أقرب الناس إليه ويدخل عليه داره، فهذه الأمور يرصدها المقربون من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرووها، دل أيضاً على أنه من التواضع وقلة التكلف أن يأمر بعض أصحابه ليقرب منه فيضع يده عليه ويتكئ وهو يمشي، في غاية التواضع، بل هو من باب إدخال السرور العظيم على قلب أصحابه. بالله عليكم، ما شعور أسامة وهو يمشي ونبينا عليه الصلاة والسلام متكئ عليه؟ غاية في العظمة والشعور بهذا القرب الحميمي جداً من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يملك قلوب أصحابه حباً عليه الصلاة والسلام بمواقف شتى، هذه بعضها، وهو يفعلها صلى الله عليه وسلم عند الحاجة كما تقدم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. فصل في هديه عند قضاء الحاجة. قضاء الحاجة التي يحتاج إليها الناس بطبيعتهم البشرية والجبلة التي خلقوا عليها، وهو مظهر من مظاهر النقص في هذه الحياة. ليش نقول مظهر نقص؟ لأنها فضلات، إخراج بول وغائط أكرمكم الله، فضلة بعدما يأكل الإنسان فيزيد الطعام عن حاجته في جسده، يأخذ ما يستفيد ويترك ويطرد ما يفضل عن حاجته، فسميت فضلة. فسواء كان برازاً أو غائطاً أكرمكم الله، يخرج من جوف أحدنا وهو يستقذر منه، لأنها فضلة ولأنها مظهر من مظاهر النقص البشري، فإن الله عز وجل قد أزاله عن أهل الجنة، فلا بول ولا غائط ولا نوم في الجنة، لأنه من الكمالات في النعيم الترفع عن تلك القضايا، فلا عرق ولا بول ولا غائط في الجنة إذا دخلها أهلها، جعلنا الله وإياكم منهم.
قال: فصل في هديه عند قضاء الحاجة. الآن انظروا إلى هذه الزوايا الصغيرة في الحياة، قضاء الحاجة، ماذا يفعل المرء إذا ذهب لقضاء حاجته لبول أو غائط أكرمكم الله. حتى هذا الباب الضيق والمخصوص جدا والمستتر عن أعين الناس رصد في هديه عليه الصلاة والسلام. وتعجب الآن من جملة واسعة من المسائل بنى عليها الفقهاء أبواب الاستطابة وأحكام التخلي وقضاء الحاجة والاستنجاء والاستجمار، جملة من المسائل ما تكلم بها الفقهاء من تلقاء أنفسهم، بل استخرجوها من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. يروى ذلك لتعلم أن الله بعثه نبيا يشرع للأمة الأحكام، حتى لا تظن أن بابا من أبواب الحياة يمكن أن تتخذ فيه شيئا لا تتأسى فيه برسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن أضيق المسائل وأدقها وأشدها خفاء حفظ فيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام سنن لمن أراد أن يتبعها وأن يستن بها. الأمر متوقف على ماذا يا حبيبي؟ على قصدك لاتباع السنة، على حرصك عليها، وإلا فهي محفوظة موفورة متوارثة، حفظها الرواة ونقلها الأئمة ودونها العلماء. عليك فقط أن تملأ قلبك حرصا على البحث عن السنة والتنقيب عنها والتفتيش عليها، حتى قال سفيان رحمه الله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وأراد أن يضرب بهذا المثل لأن حكة الرأس عادة تأتي عفوية من غير قصد، تصيبك الحكة فترفع يدك، يقول: حتى هذا إن استطعت ألا تفعله إلا متبعا لأثر فافعل. هذا الباب فصل في هديه عند قضاء الحاجة، منذ توجهه لقضاء الحاجة حتى إقباله حتى قضائه الحاجة وفراغه منها، كل ذلك فيه جملة من الهدي النبوي. هذا أدب عظيم في باب دقيق من أبواب الحياة يفيدنا فيه فائدتين عظيمتين، إحداهما التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نقف عليه من هديه، والأخرى عظمة شريعتنا أمة الإسلام. إي والله إنها عظيمة، كيف لا وهي دين الله؟ فيحمد المسلم ربه أن جعله من أتباع دينه وشريعته وملة نبيه صلى الله عليه وسلم. لك دين يا رجل تفخر به، ترفع رأسك اعتزازا أنك مسلم، لك دين يعلمك كل ما تحتاج إليه في حياتك في صغير الأمور وكبيرها، لك دين ما تركك حائرا ولا تائها ولا ضالا، لك دين عظيم امتن الله عز وجل عليك به لما قال سبحانه على نبيه عليه الصلاة والسلام يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولما هزئ اليهودي مع سلمان الفارسي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال: تزعمون أن نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراءة؟ يقولها ساخرا، يعني هل نبيكم علمكم كل أمور الدين حتى هذه؟ وأتى باللفظة المستقبحة التي يترفع العرب عنها، قال: حتى الخراءة. فقال سلمان رضي الله عنه: أجل، لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، ونهانا أن نستنجي باليمين، ونهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. أعطاه 3 أجوبة وليس جوابا واحدا. نعم، شيء لا نستحي من ذكره، هذا دين عظيم، هذا فخر لك عبد الله أن دينك علمك كل شيء، وأن نبيك عليه الصلاة والسلام علمك فيما أوحى الله إليه ما تحتاج إليه في كل أبواب الحياة. بعد هذا أتظن أن بابا في الحياة يمكن أن يكون غائبا عن شريعة الإسلام، ليس لله فيه حكم وليس للشريعة فيه دلالة وإرشاد؟ حاشا والله حاشا. الدين الذي استوعب كل تفاصيل الحياة، أتغيب عنه القضايا الكبرى في حياة العباد إلى قيام الساعة؟ فالحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا مسلمين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الرجس النجس، الشيطان الرجيم. وكان إذا خرج يقول: غفرانك. هذا ذكر لدخول الخلاء وذكر لخروجه، للخروج منه. الخلاء كل موضع تقضى فيه الحاجة، والحمامات التي هي داخل البيوت اليوم أيضا هي مواضع الخلاء.
يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيثة، جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. قيل في تفسيرها عدة أقوال، أشهرها أن الخبيثة والخبيثة ذكران الشياطين وإناثهم. أعوذ بك من الخبث والخبائث، استعاذ من ذكران الشياطين ومن إناثهم. والقول الثاني أن المقصود بالخبث الشر وبالخبائث الكفر. والثالث أن الخبث الشياطين والخبائث المعاصي. أيًا كان فهو يستعيذ بالله في موضع ينبغي التعوذ بالله قبل دخوله. لما؟ لأن الخلاء سواء كان حمامات بنيت اليوم داخل المنازل أو كانت أمكنة يقصدها المرء لقضاء حاجته هي مواطن نجاسة، ومواطن النجاسة تنافي مواطن الذكر لله عز وجل. مواطن الذكر طاهرة شريفة رفيعة مباركة، ومواطن النجاسات نجسة دنيئة مهينة أيضا تحفها الشياطين وهي مأوى مساكنهم واجتماعهم. فالقاصد لها بين قوسين لأجل الحاجة يحتاج أن يتعوذ بالله عز وجل عند قصدها، فيقول: أعوذ بالله، أو اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يقوله هذا الذكر، يقوله عند دخوله لا بعد دخوله، خصوصا إذا كانت الأماكن مثل الحمامات والمراحيض اليوم مبنية ولها أبواب، فيقولها قبل دخوله لا بعدها، لأنه في داخلها يحترز من ذكر الله عز وجل فيها. ومما ثبت أيضا أن مما يقوله المرء في دخول الخلاء أن يسمي بالله قبل الدخول، كما جاء في حديث صحيح بطرقه أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيره من حديث علي رضي الله عنه قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. فالجمع بينهما أن تقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فالبسملة تستر عورة المرء إذا قضى حاجته عن أعين الجن. قال رحمه الله: وكان إذا خرج صلى الله عليه وسلم يقول: غفرانك، يستغفر الله عز وجل بعد خروجه من ذاك المكان. وفي حديث ضعيف أخرجه بعض أصحاب السنن كابن أبي شيبة في المصنف والطبراني في الدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لكن الحديث ضعيف، والأصح منه قول غفرانك، فإنه كاف لو اقتصر عليه المرء. والحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، المقصود بالأذى الفضلة التي أعانه الله على إخراجها وعافاه من أذاها ومما ينشأ عنها لو احتبست في جوف ابن آدم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وكان يستنجي بالماء تارة ويستجمر بالأحجار تارة ويجمع بينهما تارة. الآن هذا داخل الخلاء إذا قضى حاجته، فإن الواجب شرعا التنظف وإزالة النجاسة، هذا واجب شرعا. ليش نقول واجب؟ لأن المسلم يأثم بترك تنظفه من النجاسة بعد قضاء الحاجة، ليس إثما بل هو معدود من الكبائر، لأجل ما ورد فيه من الوعيد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي رواية صحيحة لا يستنزه من البول. وقوله عليه الصلاة والسلام: تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، فدل على وجوب التنظف من النجاسة والتطيب منها. ولهذا يسميها الفقهاء الاستطابة، ويسمونها الاستنجاء، ويسمونها إزالة النجاسة، وهي شرط من شروط صحة الصلاة. لا تصح صلاة مسلم إلا بإزالة النجاسة من بدنه وثوبه والبقعة التي يصلي فيها. فكما أن الطهارة شرط، فإزالة النجاسة أيضا لصحة الصلاة شرط. كان يستنجي صلى الله عليه وسلم بالماء تارة، ويستجمر بالأحجار تارة، ويجمع بينهما تارة. وكل ذلك وردت به السنة،
فمما ثبت في الاستنجاء بالماء حديث أنس في الصحيحين رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام معي إداوة من ماء، قربة صغيرة من الجلد، وعنزة، العنزة العصا الصغيرة، أكبر من العصا وأصغر من الرمح. قال: أحمل أنا وغلام معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. والاستجمار أيضا ثابت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أحجارا يستجمر بها، فوجد حجرين، قال: فابتغيت الثالثة فلم أجد، فأتيت بروثة فأخذتها، فأتيت بها النبي عليه الصلاة والسلام. الروثة القطعة اليابسة من فضلة الحيوان كالبعير ونحوه، فألقاها النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس، يعني نجس، وقد جاء النهي ألا نستنجي برجيع ولا عظم، فالرجيع فضلة الحيوان. على كل حال، فثبت أنه استعمل الحجارة في الاستنجاء، وثبت استعماله للماء، وثبت جمعه بين الأمرين. يقول الفقهاء: الأكمل الجمع بين الأمرين، الاستجمار بالحجارة أو ما يقوم مقامها كالمناديل اليوم في الحمامات أكرمكم الله. فإذا استجمر بالمنديل، يعني يمسح النجاسة من على المخرج بولا كانت أو غائطا، ثم يستعمل الماء استنجاء ليكون أبلغ في التنقية والتنظف والطهارة، فالجمع بينهما أكمل. فإن اقتصر على أحدهما فالاستنجاء بالماء أكمل في النظافة من الاستجمار بغير الماء، كأن يكون حجارة أو يكون مناديل أو نحوها مما يزال به النجاسة في غير ما جاء النهي عنه. والمقصود في كل الأحوال إزالة النجاسة قبل التطهر إلى الصلاة، فإنها شر، ونبينا عليه الصلاة والسلام فعل هذا وفعل ذاك. واصطلح الفقهاء على تسمية استعمال الماء استنجاء، واستعمال غيره ورقا أو منديلا أو حجرا يسمى استجمارا، ولو أطلق على كليهما الاستجمار أو على كليهما الاستنجاء صح ذلك، وهو من اصطلاحات الفقهاء رحمهم الله. أحسن الله إليكم. قال: وكان إذا ذهب في سفره للحاجة انطلق حتى يتوارى عن أصحابه، وربما كان يبعد نحو الميلين. ليش يبعد ويتوارى؟ استتارا. نعم. وكان، قال: وكان يستتر للحاجة بالهدف تارة، وبحائش النخل تارة، وبشجر البوادي تارة. إذن هنا أدب كبير من آداب قضاء الحاجة، وهو الاستتار، الاستتار عن أعين الناس، الاستتار حيث لا يراه أحد. ويتحقق الاستتار بأحد شيئين: الأول الاستتار بشيء يجلس خلفه قاضي حاجته فلا يراه أحد ولو كان قريبا، والأمر الآخر الذي يتحقق به الاستتار عند عدم وجود ما يمكن الجلوس خلفه هو الابتعاد، كمن خرج مثلا إلى مزرعة مفتوحة أو إلى ساحل وشاطئ وليس أمامه إلا ماء البحر وهو ممتد لا توجد فيه شيء من السواتر، أو في صحراء وفلات وهم مجموعة أو رفقة. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب في سفره للحاجة، وذكره بقيد السفر لأن السفر يكون في مضارب الأرض حيث امتداد المسافات ولا شيء يمكن أن يستتر خلفه الجالس، قال: انطلق حتى يتوارى عن أصحابه وربما كان يبعد نحو الميلين. في حديث المغيرة عند الترمذي وابن ماجه قال رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته، قال: فأبعد في المذهب، يعني ذهب مكانا بعيدا وهو بين أصحابه عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا إذا كان في فضاء كساحل وشاطئ ومزرعة وفلات من الأرض، فإذا كان في بنيان يستتر للحاجة بالهدف وبحائش النخل وبشجر البوادي، كل شيء يستره يجلس خلفه لقضاء حاجته، بالهدف أي شيء مرتفع من الأرض، كومة حجارة، ربوة، تلة، هي هدف يستتر خلفه فيجعلها بينه وبين أعين الناس فيكون مستترا بها، وبحائش النخل
المجموعة من النخل إذا كانت ملتفة جلس خلفها فتستره، وبشجر البوادي أيضا ما التف منه واجتمع، والمقصود به إذا كان في واد ونحوه. واليوم يقول الإنسان إذا كان في سفر ونحوه فلم يجد شيئا يستره، استتر خلف سيارته، استتر خلف شيء من متاعه، المهم أن يكون ذلك محققا للهدي النبوي في الاستتار عند قضاء الحاجة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وكان إذا أراد أن يبول في عزاز من الأرض وهو الموضع الصلب أخذ عودا من الأرض فنكت به حتى يثرى ثم يبول، وكان يرتاد لبوله الموضع الدمث وهو اللين الرخو من الأرض. هذا أدب آخر من سنن قضاء الحاجة، والكلام إذا كان في خارج البيوت في الأسفار وفي الرحلات وفي أماكن لا توجد فيها الحمامات المعاصرة اليوم، السنة أن يبتغي لموضع تبوله أكرمكم الله مكانا رخوا، يعني التراب ورمل ونحو ذلك، ويبتعد عن المكان الصلب أو التبول على الحجارة الملساء والصلبة والقاسية. لما؟ نعم، لأن التبول على الأرض الصلبة يحصل فيها ارتداد للبول ورجوع لبعض قطراته إما على بدنه أو على ثوبه، وهو يحتاط لذلك ويحترز منه. يقول: كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يبول في عزاز من الأرض، يعني في موضع صلب، قبل أن يبول يأخذ عودا فينكت به، يعني يحركه حتى يثريه، يعني حتى يتحول إلى تراب وثرى فتتحقق الرخاوة المطلوبة. وكان يرتاد لبوله الموضع الدمث، يعني اللين الرخوة من الأرض. أخرج الإمام أحمد وأبو داود، وإن كان ضعيفا لكنه يدل على ذلك. يقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يتبول أتى دمثا في أصل حائط فبال، ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يتبول فليرتد لبوله. إيش يعني فليرتد؟ فليبحث عن مكان مناسب لبوله لأجل ألا يعود عليه بشيء مما يناقض الطهارة المطلوبة من المسلم. أحسن الله إليكم. قال: وأكثر ما كان يبول وهو قاعد، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما. الآن البول هل يكون قياما وقعودا؟ ما الهدي النبوي؟ تقول عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. على الأصل العام في النفي تقول: أبدا ما تبول قائما، ولو لم يرد إلا حديثها لكان أصلا في الباب، وأن نقول لا يجوز التبول للمرء قائما. لكنه ثبت في صحيح مسلم حديث صحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه لما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال قائما. إذن ثبت تبوله قائما، فكيف نجمع بينه وبين نفي عائشة رضي الله عنها؟ عدة إجابات: أن يقال حكت عائشة ما تعرف رضي الله عنها وأنها صادقة، فلم يمر عليها يوم رأت فيه النبي عليه الصلاة والسلام يبول قائما فحكت ما وقفت عليه، وربما وقف غيرها على غير ذلك كما فعل حذيفة رضي الله عنه فأخبر به. والجواب الثاني أن نقول: الأصل التبول قاعدا، ويجوز التبول قائما للحاجة، فإذا انتفت الحاجة فينبغي أن يكون على الأصل وهو التبول قاعدا. نعم. قال: وقد روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما، فقيل: هذا بيان للجواز، يعني الأصل فيه المنع وفعله مرة ليدل على الجواز. وقيل: إنما فعله من وجع كان بمأبضه. وقيل: فعله استشفاء. قال الشافعي: والعرب تستشفي من وجع الصلب بالبول قائما. الصلب الظهر، قال العرب تستشفي من ألم الظهر بالتبول قائما، لأن القيام والقعود يزيد في ألم الظهر عند صاحبه. يقول
من الإجابات أنه ربما تبول قائما في حديث حذيفة من وجع كان بمأبضه. المأبض ما تحت الركبة من كل حيوان، المنطقة التي تحت الركبة تسمى المأبض، فقيل لعله من جرح كان به أو لعلة في حديث حذيفة فلم يجلس، لأن من كان مجروحا أو مصابا في باطن ركبته لا يستطيع ثنيها، فذلك مؤلم وغير مقدور، فلذلك بال قائما. لكن الحديث ضعيف في إثبات أنه بال لأجل ألم كان بمأبضه. نعم. قال والصحيح أنه إنما فعل ذلك تنزها وبعدا من إصابة البول، فإنه إنما فعل هذا لما أتى سباطة قوم وهي ملقى الكناسة وتسمى المزبلة، وهي تكون مرتفعة، فلو بال فيها الرجل قاعدا لارتد عليه بوله، وهو صلى الله عليه وسلم استتر بها وجعله بينه وبين الحائط، فلم يكن بد من بوله قائما، والله أعلم. نعم، هذا ليس تخمينا بل هو صريح حديث حذيفة رضي الله عنه، قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم في حي من أحيائهم بالمدينة. السباطة كما قال مجمع الزبالة أكرمكم الله، كما هو في أحيائنا اليوم البراميل الكبيرة التي تجتمع فيها القمامة ثم تأتي الجهات المعنية لحملها وإزالتها، فمجمع القمامة أو ملقى الكناسة يسمى سباطة. فلما جاء عليه الصلاة والسلام وأراد قضاء حاجته جاء فجعل السباطة هذه هي الساتر الذي يستره عن الناس، لأنها مكان مرتفع كالهدف كما قلنا قبل قليل، كل ما ارتفع يسمى هدفا. فما يتصور أنه يجلس عند تلك المزبلة أكرمكم الله لقضاء حاجته، فلو فعل ذلك لارتد عليه من النجاسة شيء، ولربما كان من أثر المزبلة من النجاسات ما قد يصيبه لو جلس بجواره. فماذا فعل؟ بال قائما عليه الصلاة والسلام، جمعا بين هدفين: الاستتار بكونه خلف السباطة، والهدف الثاني ألا يرتد عليه بوله، فبال قائما صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال وقد ذكر الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما، فقال يا عمر لا تبول قائما، قال فما بلت قائما بعد. قال الترمذي وإنما رفعه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف عند أهل الحديث. أحاديث النهي عن التبول قائما إما أنها لا تصح كمثل هذا الحديث يا عمر لا تبول قائما قال فما بلت قائما بعد، الحديث ضعيف، وقد نبه الترمذي عقب إخراجه على ضعفه. والحديث الآخر الآتي أيضا عند البزار هو أيضا لا يثبت، فلا يصح نهي، إنما الصحيح ثبوت بوله عليه الصلاة والسلام قاعدا، وثبت أنه بال قائما لحاجة، فنقول الأولى والأكمل والسنة والهدي التبول جالسا، فإن احتاج إلى القيام قام، وإلا فالأصل أن يبقى على الجلوس. ومما يذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه معلقا قوله فيما أخرج الترمذي من الجفاء أن تبول وأنت قائم، وكان سعد بن إبراهيم من متقدم السلف لا يجيز شهادة من يبول قائما، فيعتبرون هذا من خوارم المروءة، كيف يبول قائما؟ ويغلب على التبول قائما عدم العناية بآداب الاستنجاء. لكن الصحيح جواز ذلك أولا لفعله عليه الصلاة والسلام، ثم تتابع السلف ثبتت الرخصة في التبول قياما عن عدد من الصحابة كعمر وابنه عبد الله وعلي وزيد وسهل وأنس وأبي هريرة وعروة رضي الله عنهم جميعا، فطالما صحت السنة وثبتت الرخصة دل على جواز التبول قائما، ولكن الأولى الجلوس حال التبول. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفي مسند البزار وغيره من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائما، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ في سجوده. مسح الجبهة لأنهم كانوا يسجدون على أرض المساجد وليس فيها فرش، إنما يسجدون على الحصى والرمل الناعم، فالساجد يعلق بجبهته بقية من حصى دقيق ورمل وتراب فيمسح جبهته. جاء النهي عن مسح الجبهة قبل الفراغ من الصلاة، ليش؟
لأن القلة من الرمل أو الحصى الذي يعلق بالجبهة إذا أزلته فإذا سجدت ثانية علق به فتكون مشغلة. فأما إذا علقت أولى يعني الحصوات أو البقايا من الرمل في الجبهة فإنها تبقى ولا يلحقها شيء. الجبهة ليست مغناطيس يسحب كل الرمل، إنما هي البقعة التي يصيبها شيء من التراب والحصى فيتركها حتى لا تكون مشغلة لذلك. قال أيضا والنفخ في السجود، أيضا النفخ في السجود لإزالة ما قد يكون من أذى وشيء من العوالة، جاء النهي عن كل ذلك أدبا في الصلاة. الحديث هنا أيضا الذي أورده فيه ضعف سينبه عليه. قال ورواه الترمذي وقال هو غير محفوظ، وقال البزار لا نعلم رواه عن عبد الله بن بريدة إلا سعيد بن عبيد الله ولم يجرحه بشيء، وقال ابن أبي حاتم هو بصري ثقة مشهور. والحديث مروي أيضا بلفظ أربع من الجفاء، ذكر هذه الثلاثة وزاد وأن يسمع المنادي ثم لا يتشهد مثل ما يتشهد، يعني لا يتابع المؤذن في أذانه. والبخاري رحمه الله أعل الحديث فقال منكر يضطربون فيه. أحسن الله إليكم. قال وكان يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن. إيش يعني؟ يعني لا يشترط لقراءة القرآن الطهارة طالما لن يمس المصحف. يخرج من الخلاء يعني هو بعد ما توضأ فما ارتفع حدثه فيقرأ القرآن، فدل على عدم اشتراط الطهارة لقراءة القرآن مع أحاديث أخرى. نعم. قال وكان يستنجي ويستجمر بشماله، لأنه من باب إزالة الأذى، والنبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في تنعوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، كما قال العلماء ما كان من باب الإكرام كالأخذ والعطاء ودخول البيوت والمساجد، والعكس بالعكس، فما كان من خلاف ذلك كإزالة الأذى والنجاسة كمثل الاستنجاء والاستجمار يستعمل فيها الشمال. نعم. قال وكان يستنجي ويستجمر بشماله ولم يكن يصنع شيئا مما يصنعه المبتلون بالوسواس من نثر الذكر والنحنحة والقفز ومسك الحبل وطلوع الدرجة وحشو القطن في بخش الإحليل وصب الماء فيه وتفقده الفينة بعد الفينة ونحو ذلك من بدع أهل الوسواس. المبتلون بالوسواس عافانا الله وإياكم يعانون الأمرين عند قضاء الحاجة، وأحدهم يجلب لنفسه بوسواسه مزيدا من الألم والمعاناة والأسى، ولهم في ذلك صور. يعني أحدهم قضى حاجته، لو انصرف ولبس لباسه وخرج وتوضأ وصلى لكان ذلك مجزئا شرعا، لكن الوسواس يخيل إليه أنه لا يزال قطرات من البول ما نزلت، أو بعدما قام ولبس ثوبه ربما خرجت قطرة واثنان، فيقول أحتاط لذلك، فإذا قضى حاجته بقي في مكانه ويريد إخراج القطرات التي لا يريد خروجها بعد قيامه، فيريد أن يخرجها قبل أن يقوم، فيعمدون إلى أمور شقوا بها على أنفسهم أولاً وخالفوا الشريعة ثانياً وابتدعوا أشياء، أحدهم أصبح مبتلاً بمرض يلازمه بسبب صنيعه. قال المصنف مثل نتر الذكر، يعني تحريكه لإخراج ما قد يبقى فيه من قطرات، النحنح لأجل أن يكون ذلك أيضاً مدعاة إلى إخراج ما يبقى في مثانته أو إحليله أو الحالب من قطرات بول، القفز مسك الحبل طلوع الدرج، كل ذلك لإخراج ما قد تبقى من قطرات، وكل ذلك مما لم يشرعه الله ولم يكلف به العباد. قال وحشو القطن في بخش الإحليل، يعني في الثقب الذي يخرج منه البول أكرمكم الله، يحشي القطن بحيث القطن يمتص البول فيكون هذا من التكلف والأذى والعنت، أو صب الماء فيه يعني في فتحة مخرج الذكر وتفقده الفينة بعد الفينة، فكلما خرج من الحمام دخل. المبتلون بالوسواس يعانون في ذلك أشد الألم والمعاناة، نسأل الله العافية. قال المصنف كل ذلك لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله ولا شيئا منه قط، وهو من البدع التي يفعلها أصحابها وما يروى فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصح منه، كما نبه عليه المصنف هنا.
قال: وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا بال نتر ذكره ثلاثا، وروي أنه أمر به، ولكن لا يصح ذلك من فعله ولا أمره. قاله أبو جعفر العقيلي: نعم، لم يصح ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما فعله أنه نتر ذكره ثلاثا فحديث ضعيف، خرجه أحمد وأبو داود في المراسيل وابن ماجه، لكنه لا يصح، فيه راوي ضعيف وراويان مجهولان، فهو من أشد الأحاديث ضعفا، ولم يأمر به عليه الصلاة والسلام، فلا يثبت من قوله ولا من فعله. أحسن الله إليكم. قال: وكان إذا سلم عليه أحد وهو يبول لم يرد عليه. ذكره مسلم في صحيحه عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر والنبي صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم فلم يرد عليه. ماذا نستفيد؟ نستفيد شيئين: الأول ألا تلقي السلام على من يقضي حاجته، والثاني إن سلم عليك أحد وأنت تقضي حاجتك فلا ترد السلام. ليش؟ لأن السلام من أسماء الله، تقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله، وهذا من أسماء الله، وهذا موضع ينزه أن يذكر فيه السلام وهو من أسماء الله في ذلك الموضع حال قضاء الحاجة. نعم. قال: وروى البزار في مسنده في هذه القصة أنه رد عليه ثم قال: إنما رددت عليك خشية أن تقول سلمت عليه فلم يرد علي سلاما، فإذا رأيتني هكذا فلا تسلم علي فإني لا أرد عليك السلام. عند ابن ماجه من حديث جابر أن رجلا مر على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبول، فسلم فقال: إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك. أما رواية البزار هذه التي أشار إليه المصنف وسيرجح خلافها واعتبرها ضعيفة، أنه رد عليه وقال: إنما رددت عليك خشية أن تقول سلمت فلم يرد سلاما، ثم نبهه فقال: إذا رأيتني هكذا فلا تسلم علي. نعم. وقد قيل لعل هذا كان مرتين، وقيل حديث مسلم أصح، لأن ما حديث مسلم أنه لم يرد عليه السلام. نعم. وقيل حديث مسلم أصح لأنه من حديث الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر، وحديث البزار من رواية أبي بكر رجل من ولد عبد الله بن عمر عن نافع عنه، وقيل: وأبو بكر هذا هو أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، روى عنه مالك وغيره، والضحاك أوثق منه. إذن فالأصح عدم جواز السلام حال قضاء البول ولا رد السلام. نعم. قال: وكان إذا استنجى بالماء ضرب يده بعد ذلك على الأرض. لماذا ضرب اليد بالأرض بعد الاستنجاء؟ لإزالة ما قد يعلق باليد من بقية النجاسة، هو غسل فرجه أكرمكم الله فربما بقيت نجاسة. اليوم وجدت آلات التنظيف وأدواته، صابون ونحوها، فتقوم مقام ضرب اليد بالأرض كذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وكان إذا جلس لحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. هذا حديث أنس رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى حاجته، إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. لما؟ مزيد استتار، هذا وهو مستتر أصلا خلف شيء. اليوم إغلاق أبواب الحمامات يقوم مقام هذا، فمن دخل فلا يستعجل في رفع ثوبه حتى يغلق دونه الباب. ويدلك هذا على أن ما شاع اليوم في بعض الأماكن العامة من تهيئة أماكن التبول أكرمكم الله التي لا يستتر فيها قاضي حاجته، فيجعلونها في المطارات وفي الفنادق والأماكن العامة، فيقف الرجال بجوار بعضهم تنكشف العورات وتقضى الحاجات، فلا خلق ولا مروءة ولا أدب ولا حتى فطرة تراعى. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا الأدب في الاستتار عند قضاء الحاجة، وبه تم كلام المصنف رحمه الله في هذا الفصل. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وأحب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال، وأنا في يوم الجمعة وليلتها أشد استحبابا. قال: وأحب قراءة الكهف ليلة الجمعة ويومها لما جاء فيها،
إن الصلاة على النبي لبلسم يشفي الفؤاد ويذهب الأوجاع، من جاء بالإسلام خير رسالة شمساً يعم ضياؤها الأصقاع. صلى عليك الله ما طير على وبعذو شدو أطرب الأسماع. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد أزكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، واجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك.